كلما تنسيناها قليلا إلا وعادت لتتصدر المشهد، ألا وهي سيدة المائدة البطاطا التي لازالت أسعارها اليوم تواصل الارتفاع متصدرة قائمة الخضر الأغلى سعرا لتتجاوز 120 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد. راي شوية قرعة نقولوا 7.5 طماطة شي 8.5 ماشي وقتها، بصح بطاطا اللي غالية بزاف ما فهمناش من هي غالية هادي تاع بزاف، اي 11000 12000 بلايس كاين بلايس وانا يتلحق زعما نقولوا حوانت هذوك تاع اللي ما عندهمش مارشي يتلحق حتى 15000 14000. بطاطا في الجملة بطاطا كاينة من 10000 حتى 11500 وعلى حسب السلعة، كاينة السلعة الشابة، السلعة الشابة تساوي 11000 في السوق، وكاين السلعة الناقصة ب 9000 9.5 وشنو هي هذيك ترمي منها. البري اليوم راه غاليين شوية خونا، شكون البروبليم تاعهم كاع تاع البطاطا راهي غالية شوية، عباك حنا الشعب الجزائري يحب البطاطا وكونسومي البطاطا بزاف، كي تطلع البطاطا عباك الناس اللي ما دور اللي قيم، كي تطلع البطاطا اللي قيم يطلع معاه. ارتفاع أسعار البطاطا ليس الإشكال الوحيد في نظر التجار، فحتى نوعيتها أصبحت رديئة ما يخلق صعوبة في تسويقها وسخط المستهلكين عليهم. اي 11.5 هذه سلعه شابه 11.5 ومغشوشه فيها الزرقاء فيها الصغيره فيها كلش، تروح تشري تاع 10000 تهرب ما تاكلهاش تديها ترميها، وانت تنقص 1500 الشابه هذه بصح كي تلحق للدار على بوبال حشك ما تنتكلش، راهي مخدوعه خلاص، تلقاو البطاطا مخدوعه من عند الفلاح من عند اللي شي الفلاح في القرو كاع مخدوعه، وتلحق لها نضرب على الشاري تبين له الخشينه وما تبيع له هذه. الفلاح يشتكي والتاجر يشتكي، وبينهما يقف المواطن متفرجا وعاجزا عن اقتناء كيلوغرام من البطاطا في وقت تغيب التبريرات والتفسيرات الحقيقية لهذا الغلاء.